عليه الهموم. نسأل النهاردة عن مواصفات فتح. هو ده الشريط اللي بدور عليه، مواصفات فتح أحلامك يا ريان. ياه، ده لازم يكون رومانسي وبيسمع البرنامج بتاعك. ربنا يخليكي، ميرسي. خلص. طب المواصفات الأساسية؟ يعني يبقى حالم طيب، وأتمنى يعني إنه يبقى جذاب جدا طويل، وياريت يعني يبقى هادي وجريء. هي الحاجات بتروح مني ليه كده؟ وطبعا دي كلها مواصفات أولية. إيه الطلبات دي؟ طب لو طلبت منك تختاري لي ده تعجيز صفة واحدة بس، هتختاري إيه؟ الأسئلة دي من برا المنهج. يعني لازم يبقى وسيم. وسيم 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 بس وسيم بس وسيم بس خلاص. وسيم عرفت؟ وسيم عرفت؟ وسيم عرفت؟ وسيم عرفت إن أنا وسيم. وسيم 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 عملت فيا كده. امال لو فتحت لك باب الشقه هتعمل فيا ايه؟ زباله وبتشتم كمان. هات الزباله يا استاذ طارق. اجري يا عم تسوق من عندك، في شريط متوحش بره. شكرا شكرا. طارق بيه، زي صحتك؟ اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا استاذ فادي؟ عملت لنا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في النمره. في رقم الموبايل. والله هو الحقيقه يا استاذ فادي، اصله يعني البيانات مش تحت ايدي قوي، فانا محتاج بس شويه وقت كده. شويه وقت قد ايه؟ يعني يومين، ثلاث ايام، شهر. ثلاث ايام وتكون جاهز. اوكي. انا هتجنن، هموت واعرف مين اللي وداني المستشفى وجاب لي الورد ده كله. ده حد شكله مهتم بيكي يا جميل. ايه ده؟ لا لا لا، المحل شكله في الدور اللي فوق. ارجعي ارجعي. حتة هنا بقى، مش عارف المحل اهو ده قافل. يلا راحوا فين؟ نازل جراج.
جراش ايه؟ لا انا رايح المعادي. ادي ده لمراتك. انا معتز. اما تدخل تعال تعال انت اللي تخش. ايه اللي حصل لك يا فهد؟ هحكي لك. تعال. تصدق السقف عندنا حلو قوي يا راجل؟ انا حاسس ان انا مش هشوف الارض تاني يا معتز. تعال تعال. بس يا سيدي فقلت اروح قبل ما اموت. انا حاسس ان انا على ما اكلمها هكون اتشليت يا معتز. انت قديم وطريقتك قديمه، انت لازم تغير طريقتك دي. انا لا يمكن لا يمكن اغير طريقتي في التعبير عن الاعجاب في الحب ابدا. بص 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 بتتكلم ازاي اصلا؟ ما انا مش عارف ابص غير لفوق. يبقى لازم تسمع كلامي. كل حاجه فيك لازم تتغير، شخصيتك وافكارك، منظرك اللي عامل زي امين الشرطه ده لازم تغير شكلك. انفخ شفايفي يعني؟ شنبك. انفخ شنبي؟ لازم تحلق شنبك. اخلص وياك تجيب سيرة شنبي تهبس. جميلة ازيك؟ انا جات لي الدعوة اهو. اكيد جاية. هي دي مدرسة معتز، انت بس لو تفهمني هتعمل ايه. سيب كل حاجة عليا وانا هدخلك. يا عم ابو سويلة نزل ايدك، لو عوزت تاني يبقى ربيه. ده لو رضي يطلع. اسم حضرتك ايه؟ عمر. عمر؟ عمر مين؟ عمر ابو لفا. ايوه عمر ابو الوفا. اوكي اصل عارف اكتر مني. اتفضل حضرتك. اوكي وحضرتك؟ انا صاحبه. لا انا اسفه خالص حضرتك، مش هينفع تدخل. ايه انا متاسفه. ايه ده ما تنفعلش، انا هتصرف. خش انت وانا جاي لك. انت ما تاخرش. خش خش خش. ايه يا عم وانت ماشي في ظهرك ليه؟ بدور على حد بس. انت مين بقى؟ هفهمك. عمر. ما انا هشرح لك اللي. عمر ابو الوفا. يا دفعة استر عليا. عمر ابو الوفا رجع. عمر ابو الوفا رجع يا دفعة. هو كان هربان ولا ايه؟ اخرب بيتك يا معتز. عمر ما صدقتش لما قالوا لي انك هنا، شكلك اتغير خالص. ايه ده امريكا غيرتك خالص؟ انت عارفه بقى هناك امريكا رطوبه وبرد وحر وصهد وتراب. شكلك لسه شقي زي ما انت. مش قوي يعني نص نص. اهلا. اقصد نسيت اعرفك، امل خطيبك. اهلا 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 اهلا. صباح الفل. ازيك يا امل؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت ابن انكل ميرفت صح؟ تعرف بابي؟ امال ايه طبعا، واعرف عمك سعاد. ايه الحفله الجميله دي؟ هاي. انا هو. انت ايه ده؟ انا يا راجل. طب انا وانت ايه؟ ما احنا واحد. لا مش واحد. عشان لما اجي بقى يبقى شاور لي، لان انا مش فاكر شكلي قوي وانا صغير. على فكره كنت شقي قوي وانت صغير. هو احنا عملنا ايه بالظبط مع بعض؟ بس عشان امل يعني. طب انت عارف اللي بيعمله امل ده؟ الله ده انا لسه بشتكيلك من امل تعملي زيه. مش عاوي لخبطتوني. الطالب المتفوق عمر ابو الوفا. انت هو؟ عمر ابو الوفا. بينادوا عليك. ده انا. فين عمر ابو الوفا يا جماعه؟ الحمد لله. عمر انت فاكرني؟ انا مش ناهد. الله طبعا. امال ايه؟ ازاي حضرتك تقولي كده يعني؟ ده انا ما كنتش بفهم من حد غير حضرتك. انا مش ناهد بتاعت شؤون الطلبه. دي كانت ماده صعبه قوي بصراحه. طيب سلمي لي بقى على الجماعه اللي جنبك. مساء الخير. مساء الخير. كان انت كده؟ اتفضل اتفضل. ده ايه ده؟ ماله ده؟ مش نسر. احكي لنا يا عمر عن دراستك الهندسه والحياه في امريكا. خير خير خير. الحقيقه انا يشرفني بصفتي طالب من الطلبة المتفوقين أني أقف النهاردة هنا وأكون عبرة لكم. الحقيقة واضح من كلامكم أنه أنا درست هندسة في أمريكا، وواضح كمان أن في إجماع على كده، وخلينا فاكرين مع بعض أنه أنتوا اللي أجمعتوا مش أنا. كنت عايز أقول الحقيقة يا جماعة
وانا عايش في امريكا في يوم من الايام كنت بتمشى على النيل بتاع امريكا اللي هو في شارع امريكا العمومي وحضرني موقف يعني انا لسه حضرني طيب يعني على ما احضرني الموقف خلونا نتكلم شويه بصراحه هيحصل ايه لما نتكلم مع بعض بصراحه حضر الموقف موقف جميل موقف كله شفافيه يا جماعه ازاي وانا انا في غايه السعاده انا مش عارفه حد خالص انا مبسوط قوي انا مبسوط قوي مين ده واحد من الطلبه ده عمر بالوفا مهندس هنا في هذه المدرسه مدرسه اللي انا متخرج منها مدرسه اللي انا كنت مجتهد فيها مدرسه المستقبل الدوليه للي فات المدرسه زي ما هي يا جماعه ما اتغيرتش مش كده والبالونات هايله عمر أيوة. تعال ايوه انا تنادوا عليا مساء الخير انت مش فاكر ساره وجميله مش قوي الحقيقه مش فاكر قوي كنا صغيرين بقى مش فاكر لا مش فاكر ولا انا الحقيقه كنت فاكرك اصلا يلا يا جميله ممكن افتكر هي متسرعه ليه كده فستانها تحفه طول عمرها بتموت في اللون الاحمر ايه ده ثالثه رابع يلا بينا نخلع عشان عمر الحقيقي وصل ايه عمر الحريري هنا اتصور معاه بقى بقول لك عمر الحقيقي وصل يلا نخلع عمر الحقيقي طب يلا لما عمر الحقيقي يجي اديله دي امشي يلا يلا احنا على ميعادنا يا ابني احنا بقالنا ساعتين بنتفرج على حاجات احنا مش فاهمينها مش عارف الناس دي بتبيع بيض ليه هنا المهم المكالمه اللي انت سمعتها بينهم قالوا يجوا الساعه كام لا ده ما حددوش فيها لا الزمان ولا المكان أصلاً. نعم قالوا هنا طب الساعه كام معاك دلوقتي معي ساعه شفت اتاخروا جدا على فكره اهم يا معتز وصلوا جم اهو هم دول اهي بقول لك ايه الاحمر ده كفايه ولا كنت زودت شويه كمان لا حلو قوي تمام طبعا عارف انت هتعمل ايه لا بص بقى انا عايزك تدخل عليها بكل ثقه ثقه جامد بعدين تسلم عليها بكل رقه بكل رقه عايزك تسحرها بكلامك عايزك تكعبلها ولا انت كنت هتعمل كده انت كان قصدك تكعبلها بالمضرب صح مش برجلي ايه ولا كنت قلت لها انا موتها فيك كنت دفنتها طب اعمل ايه بس ما انا ما عنديش خبره ولا انا ماليش دعوه بالليله دي خالص سامع واذا لو شخطت فيا تاني انا هسيبك وامشي واذا واذا خد بالك هم جايين علينا ايوه انا لامحهم بطرف مناخيري ارمي الموبايل كانه منك على الارض طيب امسك النضاره دي كده كانه ماشي صدفه يعني طيب قول كده من الاول هي هتشوفه هتنادي عليك ولو ما نادتش عليا انادي عليها انا طيب خلاص لو سمحت ارد عليها ولا اسبلها لو سمحت رد عليها بس بتقول طيب ايه في نضاره وقعت منك طيب وبالنسبة للموبايل بتاعي ده حضرتك ما خدتيش بالك منه ولا انت ما بتشوفيش ولا ايه ايه ده عمر زكي عمر ايه ده مش انت اللي كنتي وانت برضو كنت معايا في نفس المكان اللي كنت كلكم مع يا محاسن الصدف يا محاسن الصدف ايه رايكم كلنا نلعب مع بعض لا خليهم هم احنا مش عايزين نعطلهم اتفضلوا انتوا يا جماعه العبوا مش عايزين نعطلكم الجنينه كلها تحت امركم فرصه سعيده باي ايه ده دول مشيوا مش انت اللي مشيتهم طب وانت هتعمل ايه دلوقتي انت بتكلمني انا هات الموبايل ايه ده في ايه الموبايل عايز الشحن امشي يلا امشي عمر ده وشه مش غريب عليا يا سلام عادي مش كان زميلنا في المدرسه يا بنتي لا ايام المدرسه مش فاكراه انا شفته هو كبير كده شوط الكره عندها وروح العبها من هناك طيب ماشي ادوس على رقبتك يلا ايه هو بلياردو الله شوط الكره بالمضرب وانت واقف وانا واقف ايوه طب انا مش عرفني انا ما تشرح بالراحه
ارجع ورا شويه، خد لك ستر. اتفضل اهو. انا اسف جدا، ما قصدتش، اسف. حصل لك حاجه؟ اه طبعا، وجعتني. طب الحمد لله. نعم، يعني الحمد لله ان ما حصلكيش اي مضاعفات. انا هو انت بتلعب جولف من زمان؟ ده انا بلعب من الصبح. بعيد قوي. طب ثانيه واحده، هروح اجيبها لك واجي على طول. تجيب لي ايه؟ ما احنا هنروح لها، بس ده مشوار طويل قوي عليك. طب على ايه؟ ثانيه واحده يا اسطى، يا اسطى لو سمحت، اتنين بركه الكور اللي هناك دي. اتفضلي، وقف، اتفضلي، انا معايا فكه، ما تقلقيش، اتفضلي. سيف يا معتز، بينج بونج. بينج بونج يعني ايه؟